عليكم. اليوم نروح الولاية تاع سيدي بلعباس لنقف على القرار الهام اللي اتخذه والي ولاية سيدي بلعباس بإعادة التهيئة والتجديد والتطوير نتاع المنطقة الرطبة ببحيرة سيدي علي اللي تقع على بعد حوالي 10 كيلومترات عن مدينة سيدي بلعباس، واللي تقرر إعادة تهيئتها وتطويرها وإضافة بعض المرافق فيها، إذن لتصبح ملجأ للزوار وعشاق الفضاءات هذه رطبة وفيها بحيرة وفيها عدة طيور تأتي إلى هذه البحيرة. إذن خليكم تتابعوا الفيديو حول التطوير وتهيئة البحيرة انت على سيدي علي بالقرب من بلدية سيدي بلعباس. اذا خليكم تابعوا الفيديو حول الموضوع والسلام عليكم. بعد سنوات من الاهمال، بحيرة سيدي محمد بن علي تشهد انطلاق مشروع تهيئتها من جديد لجعلها قطبا سياحيا بامتياز بعد جهود حثيثة للسلطات المحلية التي تمكنت من حلحلة ملفها المعقد منذ 10 سنوات. هذا بتاع البحيرة اللي هو بكل صراحة يعني شيء رائع، خرجنا على تصور ان شاء الله نكون مسلم ان نجحوا في هذا الطفل على البحر ونرجع للبحر في احسن حبة لها. 5 مشاريع هامة تم الانطلاق فيها مؤخرا، حيث سيتم من خلالها بناء مساحات للترفيه ومحلات تجارية إلى جانب أماكن مخصصة لممارسة الرياضة، مع فتح مجال الاستثمار في هذه المحمية الطبيعية التي استبشر المواطنون خيرا بانطلاق المشاريع فيها. نستبشر خيرا لتكون ان شاء الله قطبا سياحيا كما قلت بامتياز، وتستفيد سيدي بلعباس من هذا المشروع على امل ان يكون فيه مشاريع اخرى سياحيه. حاليا هناك اراده سياسيه، هناك اراده يعني من طرف والي الولايه سيدي بلعباس لاجل النهوض بها مجددا واستحداث هناك مرافق ترفيه، مرافق لاستقطاب العائلات. انطلاق مشروع تهيئة بحيرة سيدي محمد بن علي يعتبر إنجازا في حد ذاته، فالمشروع نموذج وطني وقطب سياحي ترفيهي بامتياز.